طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا في شرح الفالستون اللي هو أفضل برنامج لتصوير سطح المكتب، يعني بتعمل بيه شروحات. في ناس بتقابل ايه؟ الصوت ما بيظهرش. انا بروح لأوبشن وأوديو، اهم حاجة كل الخيار ده متقشر. التقشير هنا في ده. لو العلامة مش موجودة كده مش هسجل الصوت، لان انا بقول لك ريكورد اوديو، تسجيل ايه؟ تسجيل الصوت. وبدوس اوكي، وبخش اسجل زي ما انا عايز. اما استنى بس الاول كده، هنا طبعا بيديني ايه؟ زوم اف 5 وكنترول واف 9 لايه؟ لان انا بسجل، بوقف ايه؟ بوقف التسجيل. وبدوس برضه على اف 9 يستمر. نشوفه كده، ادي اف 5 شفت المربع؟ لا، المربع الاخضر ده هي الحته اللي انا عايز اقف عليها ايه واسجل منيه. طبعا التسجيل بتاعي حته في شرحي عايزه مثلا اظهرها، بدوس اف 5 وبدوس ماشي. عايز ارجع تاني بدوس اف 5 تاني كده. يا رب يكون الشرح وفى معاكم. يعني كده احنا اتعلمنا مشكلة كارت الصوت ما بيظهرش. استنى بس الاول اوريكم حكاية الزوم سيف. ادي اف 5 شفت المربع؟ لا، المربع الاخضر ده هي الحته اللي انا عايز اقف عليها ايه واسجل منيه. طبعا التسجيل بتاعي حته في شرحي عايزه مثلا اظهرها، بدوس اف 5 وبدوس ماشي. عايز ارجع تاني بدوس اف 5 تاني كده. يا رب يكون الشرح وفى معاكم. يعني كده احنا كده احنا ما تنسوش تدعمونا باشتراك للقناة، وبرضه هنزل لكم رابط تحميل البرنامج اللي هو الفاستون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.